قال: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرض. والأولى نعم. لو فرضنا الآن الواقع، الآن المساجد تختلف في وقت الإقامة، في مساجد تقيم بعد 10 دقائق، في مساجد تقيم بعد نص ساعة مثلا. فلو قدر لك أنك صليت في مسجد يقيم بعد 10 دقائق، أو صليت في بيتك أو في عملك المهم، ثم ذهبت إلى مسجد ما لحضور درس، لميعاد مع شخص، تريد أن تجلس تقرأ القرآن، فوجدت أن الصلاة مقامة تصلي معهم. طيب أنا صليت فرضي، وإن كان، وإن كنت صليت فرضك صل معهم مرة ثانية. الأولى فرضك، هذه تكون نافلة. لماذا تصلي؟ حتى لا تتهم. يعني تصور الناس سلمون يشوفونك جالس، ماذا يقولون؟ يمكن مو مسلم، يمكن مسلم بس ما يصلي، يمكن شيعي، يمكن كذا، ويبدأ عاد إيش يحط لك أفكار كثيرة عليك. طيب ولماذا تجعل نفسك مكان التهمة؟ أدخل معهم في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث السابق، صلى يوما بأصحابه، فلما قضى صلاته وجد رجلين جالسين، فناداهما، فجاء ترتعد فرائصهما. معنى ترتعد فرائصهما يعني هذه ترجف، معناها نظرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يعني عتب، فقال: ألستما مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ شو احنا نصلي وانتم جالسين؟ ما منعكم أن تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا، صلينا في بيوتنا، يعني جينا احنا صلينا انتهينا وجينا، ولا انتم تصلون؟ جلسنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة. الثانية تكون لكما، لأن الفرض الأول صلي معه. فإذن الإنسان إذا دخل المسجد وقد صلى فرضه وجد الناس يصلون، يدخل معهم يصلي معهم، وتكون هذه الصلاة له نافلة، وتلك التي صلى في بيته تكون فريضة.